اتفرج بقول لك بقى يا ايه، صاحبي، البيوت اللي تحت، البيوت اللي عد تحت الجزء هنا دي فيها ناس كتير. شاور لي بس، شاور لي. اشاور لك ايه اهو، فوق البتاع اهو بص في واحد بس يا بيجري، عيني. في اتنين بيجروا ورا بعض، فين هسيبهم دول. فين فوق البيوت؟ يا ابني؟ في واحد مولع في اهو. واحد، في واحد بيموت اهو، مات اهو. في واحد جوه ده، ماشي خلي بالك عليه. بس لو كده اول ما تلاقي حد شاورلي، ماشي. عشان انا ما بقاش سكوب 6، 19 ما سكوب 6. في واحد اهو، شفت شفت الواد ده، لو كانوا شاور عليه، شاور عليه. مش عارف هو فين. قدامي قدامي قدامي، حبيبي لو انا هزعل. استنى بس انا لازم اغير مكاني، انا اتكفت. هما فين؟ كان لا مش عارف فين. ده انا خبطت خبط بس انا شفت مين في عيل هنا بقى يتحرك ولا ايه. شفت ليك بقى تاني اهو. انت فين دلوقتي؟ ايه انا تحت. فاكر الحتة اللي متنا فاكر فيها؟ ان انا معيش سلاح ده، يعني اللي معايا التاني ده مش هيسعفني. الواد ده انا بخبطه بس ما بيتنفكش. ضرب في كل حتة. خش عليهم.
لا انا مش هعرف اخش معاك على حد، انا اخر اضرب البيت كلب. اللي طلعته ده في ناحية البيت عندنا انا كان الطالب يضرب فيا، بس يضرب فيا رحت لمكش واحد راح جاي بس انا في اتنين هنا شايفهم في عاملين واحد عند البيت، في واحد في البيت اهو. في واحد في وش اهوت، بس انا عايز هدف ثابت وانا اجيب امه. المشكلة طبعا المكان بعيد، فاللي بيتضرب ما بيتنكش فاهم يعني. انا في واحد شايفه، انا شايفه marked a location. هما العيال دي يعني، هي العيال دي تيم، بس انا اللي بضربه فيكم ما بيتنكش يعني، هو اخره كده بس. وفي عيال كانت على الارض هنا مش عارف تحت ايه. العيال دي احنا لازم نمشي منها يعني، لانه ده تيم كامل. طب عايز تمشي يلا. تعالى نركب يلا العربية ونمشي. في واحد ضرب وموت، ضربوا في بعض. Mark the location. صوروني. حلو ده. في عيال طلعوا عليهم مش عارف مين ضرب مين، تقريبا هما لسه العيال دي زي ما مشكلة. وعاملين يجروا جوه. المشكلة إن أنا معيش سلاح عدل، معيش طلق كمان يعني، مش سلاح بس. أنا شايف الواد أهو واحد شايف، أنا بقول لك إيه، العيال دي عمالة آخر تروح البيت وتيجي، خالص. محدش منهم بيتنقل كفاية. العيال دي بيكي من اللي بتروح وتيكي يا صاحبي، يعني هم بيحاولوا اوقات يلفوا عليا. في واد لازق في الحيطة اهو، فانت ايه رأيك تعالى نمشي يلا؟ ماشي. طب استنى انا كنت بغلس في بس. يعني طب انزل وانا هجيب عربية، انزل واطلع على الطريق وانا جاي عربية اهو. طب يلا تعالى بس الاول، اصل انا عندي مراقباني فاهم يا باشا. انا على الطريق يلا. فين على الطريق دي؟ والله على الطريق. طب كده هيضربوني انا لو وقعت. يلا 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 طير طير يا زميلي. انا كنت نفسي اخد اللود بتاع الواد اللي تحت ده. طب انا عندي معيش هيلث خالص. طب معاك هيلث؟ مش عارف معاك اي باندج ولا حاجة؟ هنشوف البيوت دي. طيب اوبس، بس ده بقود ده صح. سيبك منه ده بقود ده. ماشي خد بالك بس العيال دي تكون جت ورانا. طب هتسيب الطلق بتاعه وهاجي اخده. جبت لك سكور 3 تعالى حبيبي، وانا معايا ام 24. الصندوق ده فيه طلق 5؟ ده فوق ولا ايه؟ الصندوق ده فيه طلق 5؟ بقول لك الصندوق كان فيه طلق 5. طب خد يا صاحبي، فيه طلق 5 خد اهو. على الارض اهو. ماشي ماشي، انا بيتك 123 طلق. حبيبي
عايز بس بجمع بقى طال يما طال 6 7 ولا ايه انا بس العيال دي لو كنت كان نفسي اموته فاهم. تعال نبدأ نقول تاني، احنا جبنا هو سكوبات و لا زوم نرجع ما هو بعدين. كده كده زون في ايه انت عايز هيلث صح؟ في كذا باندج عندي. انا لسه انا جبت لك طلع 5 تاني هو فين رقم 3 اللي معانا ده؟ رقم 4 اللي هيجي يجي جنبنا يعني كان نلاقي حد بقول لك يا صديقي يلا بينا يلا بينا يا زوم، مش بعيدة بس انا الاقي في بيوت هنا اهيت عايز نروح الصراحة نروح الواد رقم 4 ده بحيث انه بتكتيك كامل فاهم. حول الله. العربية جاية طب خش خش خش. هم اللي عندي يا صاحبي هم ده عيال شايلة جامد منك بيتوه. ضربك بالبنية لوكامية. بقيت مستنينا في البيوت والله. صح كنا شفناهم